السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي حلوين؟ ان شاء الله اليوم بقى معاكم يخني الحمام بطريقة جميلة جدا، وهتعجبكم طريقة جدا مختلفة والطعم روعة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي حلوين؟ ان شاء الله النهارده هعمل معاكم الحمام بطريقه رائعه جدا جدا جدا، وطريقه كمان جديده ولذيذه وحقيقي هتدعولي عليها ان شاء الله. طيب انا عندي هنا دلوقتي مقاديري ايه؟ عندي روب، عندي جوز هند، عندي ثوم، عندي طماطم، عندي زنجبيل، عندي بطاطس، عندي بصل، عندي جزر. تمام، هي دي كده المقادير بتاعتي. ايه البهارات بتاعتي؟ هتكون ايه؟ فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره. لو عندك بهارات ميكس حطي عادي، ماشي. يلا، وعندي طبعا زبده بتاعتي، هحط كده قطعه من الزبده او سمنه بلدي او اي حاجه بتحبيها، فانا دايما بتجه للزبده الخفيفه بالذات اني انا عامله دايت، فمش بحب احط حاجات تكون تقيله شويه. تمام، فحطيت حوالي 50 جرام من الزبده الخفيفة، وهخليها بصوا تسيح كده خالص، وهي هنا على النار بتسيح. انا عندي الحمام بتاعي غسلته، بصوا حمام صراحة اكتر من رائع، مصري جميل جميل جميل. كنت غسلاه وحطاه في التلاجة عشان وقت ما ياخد على طول يبقى جاهز. هبدأ ان انا اخد كل حمامة كده اهي، عايزة ترشي عليها ملح وفلفل اسود وتتبليها، تبليها الاول. عايزة تدخليها على طول على النار، هنحطها على النار، بس هعمل حاجة واحدة ان انا همسك كل حمامة واقفلها كده. تمام، هقفلهم كده واحطها هنا في الطاسة بتاعتي مع الزبدة. هتدعولي بعد الوصفة دي، والله لا تدعولي. طبعا بقى احنا جايين بقى حمام من مصر جميل، وهعمل معاكم بدع فيه، هعمل معاكم شويه وصفات حمام هتقولوا احنا ما كناش قبل كده حمام. المنظر دوت بس كده، وهغطي عليها وبين ما اقطع الخضار بتاعي. شوف هنا لله ما شاء الله، بصوا كده فضلت بقى بعمل ايه؟ فضلت امسك الحمام اقلب كده، اقلبيها يمين شمال لغايه ما تتحمر كلها، بصوا من تحت كده. تمام، بعد كده بقى ببدا ان انا اخد البصل قطعته قطع كده صغيره، وهبدا ان انا احطه معاها واخليه يتحمر معاها. كل ده لسه على الناشف من غير ما تحطي اي مواد دهنيه، هي بتنزل الميه بتاعتها وايه وتتحمر فيها بعدها. تمام كده، يلا هرجع لكم تاني بعد ما اديها تقليبه في البصل. جنب يتحمر مع البصل، ماشي، كل ده على الناشف، ما حطيتش غير رشه فلفل اسود دلوقتي فقط لا غير. هنا انا هعمل كل حاجه بتاعتي. عندي هنا قطعه من الزنجبيل اهي، هبشرها. تمام، هاخد كمان الثوم هبشره، دي بقيه الثوم هنا، هحط شويه ثوم هنا وهو بيتحمر، واقفل عليها برضو. وهاجي هنا اهو، الثوم وده هحط عليها علبه من معجون الطماط، لو انتي برطمان حطي معلقتين كبار معجون الطماط. اني هحط كمان ملح، هتظبطي ملحك بقى عشان احنا مش حاطين ملح هنا، هتظبطي ملحك خالص. هحط كمان فلفل اسود ازيد، حط شويه كركم، حط شويه كزبره، احط شويه كمون، هحط معلقه من جوز الهند المطحون، هحط علبة روب،
اللي هيطري الحمام ويخليه ناعم، هو اصلا بيبقى ناعم وجميل، ودي هتخليها ناعمه جدا. دايم انا لو تلاحظوا باكلاتي احط روب في الدجاج، في الحمام، في البط، بيخليه ناعم يا بنات، وبيديله كمان نكهه كده تانية مختلفه خالص. هبدا ان انا اخلط ده كله كده اشوفه. ده كده الخليط بتاعي عندي جاهز، هحط بس معلقه من البهارات المشكله. عايزه تحطي صويا صوص حطي، مش هتقولك لا، عايزه تحطي دبس رمان، دي كلها منكهات اضافيه انت هتحطيها عشان يدينا لزاجه. هحط معلقه من دبس الرمان، سوري، من الصويا صوص، ماشي، مش هحط دبس رمان، هحط بس صويا صوص اهو. وبقت خلطتي دي، بصوا منظرها فظيعه فظيعه فظيعه. هخليها هنا على جنب، تمام. هاخد طماطمايه دي اقطعها، وهتنزل على الحمام كده. شوفوا لغايه دلوقتي احنا ما حطيناش ميه، ما حطيناش حاجه، اهي معتمدين على اللي بينزل. بصوا منها شايفينه العصاره اهي، العصاره دي بتنزل منه ومن البصل ومن الحمام وبتستوي فيها، تمام. هفضل مغطيه كده لمده 10 دقائق كمان او ربع ساعه بدون ما احط اي حاجه، ولا خضاري ولا حاجه، اهي طماطم والجزر والبطاطس متقطعين. ايه رايكم بقى في الجمال؟ بصوا كل ده ما حطيناش ميه خالص يا بنات. بصوا كمان من تحت شايفين، بصوا بصوا الحاجه الوهم، بصوا الحمامه نفسها، ما اقولكمش ولا الريحه ولا الجمال ده كله، بجد بصدم. عندي بقى دلوقتي الخضار بتاعي اهو، هنزله وبس كده. هنبدأ ان احنا نقلب الخضار مع الخلطة اللي نزلت من الحمام، وهنغطي عليه لغاية ما يستوي الخضار، بقية الخضار يعني، مع تسوية الحمام، تمام. انت يعتبر كده الحمام فكرة استوى كويس. هبدأ ان انا اخد بقى الخلطة اللي احنا عملناها مع بعض واغطي بيها الحمام بالكامل، واقفل عليها واسيبها كمان تلت ساعة مع نفسها. وهنعمل بقى ما تعمل الرز تعملي بقية حاجتك، تمام كده. يمي 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 يمي. بص الحمام بطريقة رهيبة رهيبة بجد. طيب انا دلوقتي عندي الرز غسلت كوبايتين، وعندي الجدر، هحط معلقة صغيرة من زيت الزيتون او قطعة زبدة، وهبدأ ان انا اخد الشعرية واحطها تتحمر حوالي مثلا عملت كوبايتين رز، حطي كوباية شعرية وعليهم معلقة الملح، وافضل احمر فيهم على جنب. وهنا انا بقطع البصل بتاعي مكعبات صغيرة، وبرضو لما بتبدأ تتحمر الشعرية هحط عليها البصل واخليها تتحمر معي، تمام. وهقطع خضرة. طيب وهفضل كده اقلب البصل مع الشعرية كمان لغاية ما يدبل. وانا حطيت الخضره اللي قطعتها على الرز، وهخلطها معاه علشان احطها على الرز على الشعريه والبصل، بتبقى مديالها نكهه كده وطعم تاني، بتبقى طعمها فظيع فعلا فظيع مع الاكله دي. ويبقى طريقه جديده شويه من الرز، ميبقاش كل طريقه معينه محمر او حبه وحبه او رز شعريه عادي، بزاد الاكل ده بيبقى عايز رز مختلف. حطيت الميه وهخليه يستوي تسويه رز عاديه. معايا العيش، بصوا جماله، الرز مع البصل مع الشعرية، بصوا جماله زي مفلفل، كل حبة بحبتها، شايفين الجمال. ودي كده خلاص استوت، دام الحمام تفتح كده هي استوت. شوفوا البطاطا كانت ازاي، والجزر والطماطم. ودلوقتي بقى خلاص كده وقت الغرف، زي ما انتم شايفين غرفت الرز في البولة، حطيته هنا في طبق
وحطيت الحمام وحط جنبها الخضار والصوص بتاعها. بصوا بقى يعني بجد الطريقة دي عملوها على ضمانتي رهيبة رهيبة رهيبة. اتعب وانا بقول لكم رهيبة بجد. ما تنسوش بقى ضغط لايك واشتراك في القناة وشير على كل حبايبكم. والسلام عليكم.